اليوم كتجي هذه الوقفة هذه يوم الأحد 13 فبراير 2022 ضد هذه الوقفات الاحتجاجية على امتداد الوطن اللي دعت لها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ضد الارتفاع المهول للأسعار، وضد غياب وتغييب الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، وضد كذلك الإجهاز على المكتسبات واستغلال هذا الوضع ديال الوباء لتمرير مجموعة من القرارات اللا شعبية، منها هذه الزيادات المهولة كما قلنا في الأسعار وفي الخدمات، تجميد الأجور، سن مجموعة من القرارات اللا شعبية التي لا تخدم الشعب المغربي، منها هذا السن ديال هذا القانون ديال 30 سنة للوظيفة في التعليم، الأمر اللي كينشر الإحباط حتى على مستوى النظام التعليمي. احنا حاليا كنا كنتسناو من هذه الحكومة أنها تجيب قرارات ومواقف اللي ترد الكرامة واللي توفر شروط العيش الكريم للشعب المغربي، إلا أننا بعد ما خرجنا من الحكومات اللي كانت إما كتستعمل الدين أو هذا من أجل الإجهاز على الحقوق، حاليا كاين تجاوز ما بين سلطة المال والسلطة لإجهاز على الحقوق ديال المغاربة ولتفقير المغاربة والزيادة في إغناء الأغنياء. كيف ما لاحظتوا أن الأسعار ديال الغازوال وصل، الغازوال الان وصل 11 درهم وتقريبا الليسانس وصل 13 درهم، هذه ارقام لم نراها من قبل. علاش؟ احنا ربما كاين فعلا واحد الارتفاع ديال المواد البتروليه، ولكن احنا في المغرب راه كان خرج واحد التقرير اللي كيقول بان المواد ديال البترول هي اصلا مرتفعه بواحد درهم و30 سنتيم. علاش هذا التقرير ما تنفذش؟ الان هذه المافيا اللي كتستعمل واللي كتنتج وكتستورد وكتصدر هذه المواد ديال البترول هي اللي مستافده وكتراكم الثروه ديالها من خلال هذا ارتفاع الاسعار، في الوقت اللي المواطن كله كيخلصوا من جيبو، وكتخرج لنا الحكومه بقرار جديد قال لك حقا غادي نديروا نقطعوا الموظفين من الاجور ديالهم الا ما داروش الجرعه الثالثه. واش هذه هضره؟ واش كتضحكوا على عباد الله؟ اذا نطالب في الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل بعقد لقاءات تفاوضيه في اقرب الاجال، لان الوضع لا يسمح بالمزيد من هاد القرارات الانفراديه والارتجاليه. بالنسبه لهاد الوقفه هادي كنوقفوا عليها نحتجوا على الاشعار اللي هي اشعار كثيره بزاف، بالنسبه للاجر اللي كنتعداو به حنايا كعمال ما كافيناش بالنسبه للحس العوان بالمراه اللي هي عامله وعندها وليدات وكتاخذ واحد الاجر اللي هو قليل. بالنسبه لهذا الغليان هذا ديال 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 المواد الغذائيه كثيره بزاف، وكنتمناو من هذه الحكومه هذه دير واحد الالتفاته لهاد الاشعار هذه اللي طلعت لواحد الدرجه ما كتصورش، والاجور مجمده ما كاينش اللي قال اللهم ان هذا منكر في هاد اللحظه هذه. بالنسبه للكورونا هذه تنطلبوا ربي يهز علينا هذا البلاء هذا، لان بالنسبه للمواد الغذائيه راه طلعت صاروخ. واحد الاجر اللي واش تخلصي به الكرا، واش تخلصي به الماء والضوء، ولا تخلصي به المواد الغذائيه، ولا تقربي وليداتك، ولا اشنو غدير بهذا الاجر هذا اللي هو اجر ضعيف بالنسبه لنا حنا كعمال في القطاع الخاص.